بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا رب العالمين عليك. اليوم راني في سكيك دار رمضان كريم. متابعين قناة عبد الجبار كامل كبير وصغير، ربي إن شاء الله يجازيكم. راني كنت في المحطة درت المازوت على الشاحنة، وإن شاء الله الوجهة نتاعي اليوم البرج بعريريج. ربي يلحقنا بخير وعافية ويحفظ خاوتي مستعملين الطريق كامل. خاوتي اليوم حبينا نحكي كيفاش تسوق الكاميو، كيفاش تسافر، كيفاش تدير حسابك الفطور، كيفاش رمضان هذا. كاينه واحد الضربه والله تروح لا غوش، ممنوع التروازيام بوزيسيو، تلقاش كيفاش دير، لازم نقص وخلاص. كيفاش دير حسابك للخدمه، كيف المهم يعني لحساب مع ربي سبحانه. بصح الانسان خاوتي انا ما ديرش حسابي نقول لازم نوصل في ذيك الحاجه. كيفاه نستعمل، كيفاه نعيش حياتي اليوميه مع الشاحنه. انسان اول حاجه يركز عليها هي الصلاه نتاعو، ثاني حاجه لازم يتمشى بالعقل، ثالث حاجه تبرمج روحك في الدنيا كامل. قال وين ندير المازوط، وين راح نفطر اليوم، وين راح نبات، وين رايح. المهم ودير حسابك وتخليها على ربي وتساعد المركبه اللي راك فيها. اول حاجه لازمك تنظفها، ثاني حاجه كونترولي الروض تاعك، الباش تاعك، ولا واش عندك اي مركبه يعني بلاط ولا بانه ولا سيتيرنا ولا. المهم ناس كامل ربي ان شاء الله يعينهم وربي يقدرهم ان شاء الله. والله راه جهاد كبير، يعني راكم تشوفوا خيكم كل يوم في ولايه. بابا هنايا قادر تجبد ديريكت مول الانسان يتولى عليه. دائما نقول لكم لازم الانسان لازم يسوق بعيد، قادر تلقى حاجه فجاه، تلقى جرار كيما هذا ولا وعدون بان ولا اكسيدون ولا باراج ولا ماكش عارف. انسان مش عارف واش راح يلقى في الطريق. هذه هنايا مشتله، واحد العام كنت نخدم عند واحد الشيخ، دائما يقول لي عند نهار تلقى طريق مهبول راقد في الطريق. لازمك دائما انا نطول باش نشعل الضوء، المغرب يفوت نتيح الظلام خلاص وباش نشعل الضوء. هذا النهار هذا والله الفجر، المهم ما لقيناهش في الليل بصح لقيناه الفجر، يعني مهبول يعني مسكين دهموه والله. لا اله الا الله، واحد النهار كارثه وخلاص. ربي يحفظنا ويحفظ خاوتي مستعملين الطريق كامل. هذه الفيليج تاع علي عبد النور، هذو كامل مشاتل، مازالت كاينه مشتله في بني بشير في الخرجه. هنا راه يقول لك ممنوع اللور، وفي نفس الوقت كاينه لافته دوران، يعني كاتبين صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، على جال هذيك الرومبوا ممنوع اللور يدور ثم. على بالكم هنا السيركيلاسيو بزاف، كون يعودوا الكمان يدور هنا تسمى تولي الطريق بلوكي. كاينه واحد الرومبوا لهيه القدام باش تقدر تدور واحد كيلو ولا. كيفاش لازمك تسوق الشاحنه؟ اول حاجه كي تعود تسوق لازم تخلي مسافه الامان، كي تعود تسوق في العقبه وتحافظ على الريجيم نتاعك تاع الموتور. الاكسيراتور دائما ما تلضش عليها افون، كي تبغى تكسري لي لازم تفريني بالعقل. عندك مثلا داخل دودانه ولا داخل قريب الدودانات ولا داخل الرومبوا ولا حاجه، دير حسابك تفريني الافونس، لحقت الفيراج نقص الفيراج قبل ما تفريني في نص الفيراج. هذو الامور لازم دائما خوتي نعرفوهم، وخاصة الشاحنة راه مش كيما الطوموبيل تفريني بالعقل ثمثم. بيفهموني خوتي اصحاب السيارات، الشاحنة راه عندها مسافة تحبس فيها، ماشي كاينين طوموبيلات يدوبليك ما على بالوش. انا ما نقدرش نقول انه دارها بالذمة، عليه ما يعرفش الخطورة تاع الشاحنة. لو كان في البلاصة هذه يعرف قيمة الخطورة تاع الشاحنة وما يفرينيش قدامك ساك، هو راه يشوف قدامه وما يراعيش وراه. شاحنة راه مثلا طوموبيل راهي تحبس في 5 مترات، شاحنة لازمها 10، وعلى حسب السرعة اللي راك تمشي فيها. إذا كان راك تمشي 70 ولا 80 كيلومتر راه تحتاج حتى 80 متر ولا 50 متر بتحبس، وعلى حسب المركبة اللي راك تسوق فيها. كنت عود مركبة قديمة وما في عندهاش صيانة ونقولوا اسمه طول باش تفريني وما تفرينيش ضربة واحدة. خاوتي لازم نعرفوهم هذو، راه كاينين حوايج مثلا شفت سائق
يكبر في الدورة، ماشي أنه يسكر لك في الطريق ولا لا. كاين المقطورة راهي طويلة لازم يكون يدور ثمثم، راهي عفس هذيك البلاصة. هذو الحوايج هذو لازم خاوتي نعرفهم، أصحاب السيارات آبائي وإخوتي لازم خاوتي نعرفوا هذو الحوايج هذو. وكاين زوايا ميتة في الشاحنة، كاينين أخرين يحشر لك هنايا وبعد يقلب عليك، ماذا راح يدور انت يا تمشي فجأة، وكاين دورة ما يصبرش هو هذيك الخمس دقائق متفوت انت يدور ديركت ومو يدور ولا ما يعرفش الطريق. كاينين أخرين ما يعرفش الطريق ويمشي ويمشي وبعد يلقى الدورة، هنا ديركتومو خلي نورمالمون يفريني ينقص خلاص، كي يروح هذاك المركبة اللي راه يدوب فيها من بعد يدور، ما يدورش قدامه. أنا خطرة والله في شلغوم العيد واحد دورني لستاشي، كل ما درتش معاه كنت نقلبه ولا نطلع فوق ومعاه عائلة كبيرة. ربي يحفظنا إن شاء الله ويحفظكم. السياقة راه مسؤولية كبيرة، ماشي أنه الإنسان يكسري لي بره، لازم الإنسان يعرف روحه باللي راه عنده مسؤولية عند ربي وعند العباد. وماشي هي السرعة، كاين ناس باللي يدريو باللي السرعة هي اللي توصلك بعيد. خاوتي أنا راني نمشي 60 70 80 حتى 90 في الأوتورود، راني يومين نمشي 700 800 كيلو، حتى نقولوا في الصيف نلحق حتى القرب 1000. يعني خاوتي لازم الإنسان يقول لك تمشي مع واحد مثلا يمشي بزاف ومن بعد يدير لاري بزاف، تلحق انت وياه سوا سوا. الوقت الوقت لازم تعرف كيف تتصرف فيه. ماشي هي السرعه، السرعه هي اللي هي اللي نقولوا تمشيك بعيد، لا العقل، العقل هو اللي يخليك تروح بعيد. صح الانسان ما فيش وما يديرش الاسمو وما يعطلش خاطو في الطريق، بصح كاينه ظروف اللي تخليك انك تمشي بالعقل. انا مثلا داخل منطقه كيما هذه البلاكه تقول لي 30 وانا راني نمشي 60 ولا 70 او بزاف. شوف هذه الاسمو هذه دائما تخرج لي، عندي مشكل في الكابتور. داخل منطقه عمرانيه ماشي كيما السوق تاع مثلا تمشي في بلاصه بالي، مثلا ماشي كيما لوطوروت كيما طريق نقولوا بلدي، كل بلاصه وكيفاه تعطي لها السياقه نتاعها. نرجعوا للزوايا الميته في الشاحنه، كاينه هذه الجهه وكاينه هذه الجهه وكاينه ثاني جهه خلاف تحت الاخر. الحمد لله انا عندي طرفجورات هاي وي ليك، وحده زوج ثلاثه اربعه خمسه، وهكذا كل انسان ساعات وما يشوفش طوموبيل ساعات تعود بعيده وتغطى لك بالعرصه هذه رايح ما نشوفهاش. فيلو صحاب الدراجات يدوب لك على دروات، يعني والله دائما نهضر عليهم يعني خوف عليهم انا والله ما او تقيسوا شعره يطيح برك من بعد تعفسوا، او لازم يعرف باللي راه شعره تقيسوا طوموبيل ولا اي حاجه يطيح ولا طاح خلاص راح. ملي حافظوا على ارواحكم، اول حاجه نحافظ على روحي، ثاني حاجه نحافظ على الناس اللي راهي معايا في الطريق. راه مش غير كسيراتور الانسان يسرع برك، مثلا طوموبيل تحوس تقاري ورا كاميو ما تقاريش وراه في النص قد قد ما يشوفكش، وبعد عليه دائما خلي مسافه تاع مترتين ثلاث مترات كي يكون اللي تساع عليه. هاي هذا ثاني مشتله يجبد الانسان على دروات ولا على الاقوش ولا يهدر مع السائق قال له ديرني وراك، ما فيهاش حتى احراج. ما لقيتوش اجبد له خليه يشوفك في الترافيزور، ما تجيش في الوسط قد قد، كي تجي في الوسط قد قد راه ما يشوفكش. ذوك النهارات شفت في التيك توك يصور واحد قاس واحد يقول قاعد يقول السيمي والحقره، السيمي هذاك وين قاسو؟ قاسو في الجهه تاع الشيفور من نافله في جهه الشيفور تاع الطوموبيل، قاسو منا من تحت، يعني الطوموبيل جاي يدوب لي فيه على الدروات في لوطورود، اصلا ممنوع الدوبلاج على الدروات. وهدرت مع في لي كومونتير كتبت لهم ممنوع تجاوز على اليمين، كاينين بلايص اللي ما تقدر تجاوز طريق النجدة طريق المسلك الرواق الاصفر هذاك اللي تاع الامبيلونس والاخر يمشيو دايرينها طريق وما يتولاوش، عود ضغط وعود سيركيلاسي وعود راه الانسان راه يعني سبحان الله العظيم، خاصة مع التعب والارق والطريق ومسافة كبيرة والنعاس، ويزيد تقلق خلاص تولي ما تشوف والو.
مال اخوتي لازم نفهموا بعضنا على الاقل. كلاكسوني تبقى دوبلي كلاكسوني راه سيمي، بعد يعود يصور في روحه يقول سيمي والحقره، علاه تخلي روحك انت حتى نفسد لك باب ولا تعوق لك طوموبيل ولا ومن بعد حتى وتضارب وحتى وتنحيل وتقتله؟ خلاص مش راح تعوض لك الطوموبيل تاعك وتخدمها، تبقى الطوموبيل تاعك مقيوسة في المركبة. انا والله خرا شاحنة وعالي وقادر تقيس طوموبيل ما تقاسش، بس اكون نصيب خبشة ما تقيسنيش. الله يوصلني للناس، يخطيوني الناس برك. الحديد راه ما يرحمش، تقيس شعرة انت اليوم تقيس ترافيزور وخدوا بارشوك ومن حذاها ترافيزور ترافيزور ومن بعد تقيس لمبة تكسرها، كل يوم تقيس حاجة تلقى الطوموبيل تاعك مركبة وكانت حافلة ولا أي حاجة. كاينين أخرين والله تشوفهم تلقاها طوموبيل جديدة دوبل في قيسة على دروات على غوش داخل فيه واحد من اللور، عليه من الانتباه بزاف وده حيساعد فيه راهو عليها، راه يقيسوا فيه الناس، ناس كامل يعني غالطين، ناس كامل يقيسوا فيك غير تاع. أو كاينين والله أنا عندي عمي أستاذ جامعي ونفتخر بيها، طوموبيل ماشي 600 ولا 700 ألف ما فيهاش خبش، يخاف كي يشوف الجليد يهبط ويشوف برجلو هك ما يلعبش خلاص، اللي يشوف الكيلومتراج يخلع يراعي الطوموبيل يلقاه جديد. الله يبارك، الله يحفظه إن شاء الله يا ربي. بصح لازم الحيطة الإنسان لازم يتولى كل طريق ويعطي لها حقها، ما كانش والو نهار شاف الثلج ولا شاف حاجة والله ما يتحرك، شاف الوسمو ما يغامرش، مرة على مرة يفريني يشوف الطوموبيل بالك راح ولا الفرانات. يا وانا ساعات كي نركب معاه يوسوسني، بصح هذيك هي السياقة، هذيك هي السياقة، لازم الإنسان يكون على باله واش راه يدير. هو يحافظ على روحه، قالك انا نحافظ على روحه نحافظ على روحي، واللي يحوس يمشي ربي يسهل عليه. بكري انا كنا مع بعضنا وكنت داير كامي، والله اذا لي داك فيا يا ابني امشي بعقلك، يا ابني امشي بعقلك يا ابني، وانا ما نخزرش فيه خلاص، نعرف غير الاكسيراتور. واحد النهار انا راقد هو راقد وانا نسوق به، اي كي ناض ناض لقاني راح نطير، ناض يعيط عليا نقص ومنا، قال لي انت والله ما تبشر بالخير، والله تميت تميت وصدقوني والله غير درت حادث والله يعني، وما كنتش انا اللي غلط بالصح، كنت نمشي الله يبارك. سياقة صعيبة 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 بزاف بزاف، وخاصة يعني في رمضان كي كل إنسان صايم ومع التعب، ورانا ما راناش نمشيو كما الدول الأوروبية، السائق يمشي ربع سوايع ويريح 40 ولا 50 دقيقة ولا نص ساعة ولا المهم يريح يرتاح، احنا ما عدناش نمشيو اش 24. والله صدقوني يعني واحد المظاهر يشوف فيها الانسان لدرجه انه باه يروح يستريح، والله ما يقار يستريح، دائما مربوط بالوقت، الناس كامل رايحه عنها الحال، علاه هذا انساني وتدي غير الكاتبه تجري تطير ما على باليش، تدي غير الكاتبه تاعك. صحاب الحافلات تلقاها تسكر طريق يقبض لا بيست تاعها 60 واحد ويهرس فيها تهراس، علاه؟ يقول لك اخويا الوقت، يقول لي واحد قال لي كون جيت في بلاصي تاعي راك تعرف لا صح، ما عندهم وقت بالصح، مهما كان الطريق مخلوق كيف راح تدير؟ هذه هي هك ما عندك ما راح تدير، علاه تعفس الناس؟ الناس مقاري في سيركيلاس وانا نروح ديريكت ونخرج ونعفس الناس ونعود نحاول ونعود كيما ذوك النهارات في لاكار عمر وش صار فينا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. تقول واحد ما راه صحيح، تقول رانا في القيامة الناس كاملة هاربة، نفسي نفسي. سياقة راه فن وأخلاق وتربية. بلاك أنا كاتبين لا للسرعة عائلتك في انتظارك. إنسان ما يخليش خير يروح ويروح بخير وعافية. كاينين أخرين يقول لك مكتوب، أنا راني مع المكتوب وراني كلش على بالي، ما يكتبني إلا ما يكتبك إلا ما صبر. ما يصيبك إلا ما كتب الله لك، هذه صح راني معاكم، بصح الإنسان على الأقل تجي خفيفة، كي تقاس الإنسان تجيك خفيفة. وفي الطريق يا خاوتي كي تكون محترم الناس كامل تحترمك، تكون طاير الناس كامل تطير معاك، لازم الإنسان دائما ما يلعبهاش قافز. كاين واحد الشيخ دائما يقولوا له كيفاه انت يا 60 ولا 70 سنه، قرب 80 سنه ما عندوش قوسطه، خطره واحده دار حادث دخل فيه واحد
قال معناها كذا، قال لهم انا انسان مسامح، ويعني انا خذيت عبره من عنده صح. قال لي واسمو، قال له روح تاني برك سماح، روح دائما نيفيتي في المشاكل. الطريق هذه كل ما تسامحش مع الناس كل نعودوا كامل ما نعجبوش بعضنا، ما تفراش والله ما تفرح. ربي ان شاء الله يبصرنا بعيوبنا. هذا الجسر هذا تاع قطار فوق، خاوتي هنا نقول لكم رمضان كريم، ربي قدرنا سامحوني. انسان ساعات يقلق وساعات يعني يهدر هدرة، والحق لازم ينقال خاوتي، لازم الانسان لازم يعرف روحه سياقه، راه مسؤوليه كبيره. رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. هنا نقول لكم الله في رواحكم، عاونوني باللايك والجرس باش يستفادوا خاوتكم وتطلع القناه، وجزاكم الله كل خير. الفضل اللي يرجع لخاوتي متابعين قناه عبد الجبار، بكم انتم تطلع القناه. ربي ان شاء الله يحفظكم ويستركم، ديروا لنا جام، وربي ان شاء الله يبارك لكم في ولادكم وفي الصحه تاعكم، وتهلا في رواحكم خاوتي. والسلام عليكم ورحمه الله، وصحه بعد الفطور.